ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقه، طرقه بتعمل فواكه الطبيعيه. لا لا لا، بصي بصي، يا ريت تكلمي بثقه اكتر من كده، يعني خليكي بطبيعيه اكتر وانت بتقولي ستوب. بتتدخل ليه يا فندم انت؟ انا بديها ثقه بس يعني يا استاذ حضرتك. يعني تديها ثقه وتخرب بيتي بعد ما الاستاذ حماد يقول اكشن مفيش كلام. يلا يا ابني خلصنا. اعلان لبان طرقه كلاكيت تاني مره. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقه. لا لا، بصي بصي، اعدلي اعدلي العلبه كده عشان تبان، يعني يبان اللي هي الصوره دي، وبعدين تقوليها وانت بتضحكي، يعني تقولي ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ تضحك ليه؟ تضحك ليه؟ هو ده اعلان معجون سنان؟ ده اعلان لبان؟ ثم انت مالك اصلا؟ حضرتك يعني انا بحاول يعني افكه عشان المنتج نفسه يوصل للناس. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي. ممكن بقى تنقطنا بسكتك؟ انا حاضر حاضر، انا اسف انا اسف. يلا يا ابني يلا خلصنا. اسكت بقى، هتبوظ كل حاجه. يلا اعلان لبان طرقه كلاكيت تالت مره واخر مره ان شاء الله. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقه. لا 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 لا، استوب 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 استوب. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما ينفعش طبعا. لازم بصي تتكلمي بدلع، يعني بتعملي اعلان لبان لازم تتكلمي بدلع، وانت بتعملي اعلان دواء وعندك مغص تقولي ايه تريبيت تريبيت كده هو يعني ماشي. بس اخرس خالص، ايه اللي انت تعمله ده؟ تريبيت 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 وتتدلع. انت انا مخرج غيران مني زقك عليا؟ ها ما تيجي تخرج مكان احسن، اقعد انت مكان. لا لا انا واقف كده كويس حضرتك، اقعد. انا عندي يعني كراسي كتير في البيت يعني. اتفضل 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 اتفضل. يلا 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 يا ابني خلصنا. خلصنا حضرتك. اعلان لبان طرقه كلاكيت رابع مره. ما اقدرش اعيش. لا لا لا، ما ينفعش. ما اقدرش على طول يبقى ما اقدرش اعيش من غير لبان. يعني خش كده بقوه وبثقه. بس بس انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انا ايه؟ ممكن تسكت خالص؟ ممكن نشتغل؟ ممكن ما تفتحش بقك؟ الحق عليا يعني ان انا بفك؟ الحق عليا. ماشي ماشي، انا غلطان انا غلطان. وبعدين اساسا اسمه غلط، يعني ايه البان طرقع وانتوا بتعملوا اعلان عن بوم؟ انت ايش فاهمك في اللبان؟ ايش فاهمك انت في اللبان؟ حضرتك يعني انا بحاول افكه، اصل البان طرقع. تعرف تعمل منه بالونه؟ انا اعرف وبعملها كبيره كمان. لا يا سيدي، ما اعرفش اعمل بالونه. الاستاذ حماد ده هو اللي عمل لي اخر اعلان بتاع الشاي الفتله، شفته؟ ايوه حضرتك شفته، ودوت الشاي والاعلان نفسه كان مميز قوي، اما كان الكاريون داخل كده هو على اللي هو الممثل اللي بيعمل اللي هو الاعلان. وبعدين لعلمك بقى الشاي نفسه طعمه مش حلو، لكن بقى الفتله كان طعمها حلو. انا كنت بطلع الفتله من الشاي واحده امصها كده اهو حضرتك، والله كان حلو قوي. انا حاسه ان الاعلان ده مش هيكمل. لا هيكمل، انا عارف هيكمل ازاي. اعلان لبان طرقع خامس مره واحسن مره ان شاء الله. اكشن. ما اقدرش اعيش من غير لبان طرقع، من غيره بحس اني زهقانه وهفرقع. هاتوا امضغوا هتحبوا. كات. برافو يا نوجا، برافو برافو. مبروك مبروك يا حلمي. اشهد ان لا اله الا الله. شفتوا قعدت ساكت ازاي المره دي؟ على فكره الاعلان ده كله فكرتي من اوله لاخره، صح صح يا نوجا؟ طبعا. انت هتقول لي يا بيه ده المخرج من غيرك كان قاعد متكتف. ايه متكتف دي؟ ما فيش مثل تاني غير متكتف. وبعدين بس عايز اقول لك بجد انك كنت تتجنني، مش معقول. انا ما عرفتكيش خالص لما شفتك في التلفزيون. فعلا هي لما نطفت اتغيرت قوي. ايه نطفت دي؟ لو سمحتي يا سناء اتكلمي عن نجمة نجلاء بشكل كويس، بعد كده لازم تتعاملي معاها كنجمة كستار. النجمة الله يرحم. انا مش هرد عليكي ده، بس لان النجوميتي ما تسمحليش ارد على واحدة من جمهوري. لا 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 يا حبيبتي ريحي نفسك، انا اخر واحدة اساسا تعتبريها من جمهوري. بس بس ششت. ايه ده ايه ده ايه ده، ما تبطلي الحقد الطبقي بتاعك ده يا بنتي. انتي مجنونه ولا ايه؟ وبعدين حاولي تستخدمي الاسلوب السيكولوجي في الالتفاف حول نجلاء كنجمه متلقلقه. باللك بتاعك ده كله تقصدي ايه؟ تقصدي ايه يا رانيا؟ والله ما اقصدك يا بنتي. بعيدا عن ان احنا كلنا مش فاهمين كلام رانيا، بس اسمعي كلامها يعني وخلاص. والله يا عادل مراتك بتتكلم فوازير. ايوه طيب انت هتقولي على رانيا. الو. ايوه يا استاذ حلمي. اهلا وسهلا. لا النجمة نجلاء نايمة دلوقت. اصلها تعبانة شوية حضرتك، شوية صداع يعني. لا مش صداع نصفي حضرتك، دي لسه صغيرة عندها صداع ربعي، اصغر من نصفي بشوية على قد سنها يعني. ايه حضرتك عايزها في اعلان جديد؟
ماشي حضرتك، انا بقى نتقابل انا وانت يعني ونقعد نتكلم في ظروف الاعلان ده، وهي طبعا هتبقى معانا. ماشي حاضر 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 ماشي. لا لا خلاص نتقابل. ماشي سلام. اتفضل 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 اتفضل. ايه يا امين اللي انت قلته له ده؟ ليه قلت له ان انا نايمه؟ ده كده يبقى اسمه كذب. كذب لمصلحتك يا ماما. انا بعمل كل ده عشان ايه؟ عشان مصلحتك. ده اسمه كذب فني للمصلحه. اخويا اخويا عشان خاطري عشان خاطري. خدني خدي بصي شكلي، خدني معاك اعلان. انت بالشكل ده ممكن تعملي اعلان مبيد حشري، يبقى بنرش عليك المبيد عشان حشرات تموت. بيبي انا بليز انا خدني معاك في اعلان موسيقي طربي سريالي. سريالي طربي. ماشي حاضر حاضر حاضر. طيب يا جماعه بقى انا هدخل انام عشان السهر غلط جدا عليا وعلى نجوميتي. تصبحوا على خير. بطلي معايا يا بنت انت. بس شاطب انت ايش فهمناكك؟ انت عبيطه، انت فاكراها زيك؟ طبعا هي ستار، لازم تنام عشان وشها يبقى منضر كده وتبقى زي القمر. لازم مش تبقى زيك انت كومبارس في افلام صامته. بصوا بقى انا مش همضي الاعلان ده الا بشروطي. استاذ حلمي هو جاي يتحكم فينا ولا ايه؟ خلاص يلا بينا يا نجلاء. حولة اتفضل قول شروطك يا استاذ. اول حاجه ما تكتفش تاني في الاستوديو واقول رايي بصراحه في الاعلان. لو سمحت ادم ما بتفهمش وما بتعرفش وبتقعد تدوشنا يبقى تتكتب خالص وانت في الاستوديو. ما بفهمش وما بعرفش ايه ده لا انا مش موافق على الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. يلا بينا نجلاء. يا جماعه يا جماعه ليه القفش؟ خدنا مين القفش يا استاذ عادل؟ يعني يا جماعه احنا لا مؤاخذه الا بعد عداوه، يعني احنا كلنا تيم ورك سوا، ناخد صوره سوا. صوره ايه؟ صوره ايه؟ تيم ورك ايه وتيم صدر ايه؟ لا بقول لك ايه، الاوله شرط اخره شرط زي ما بقول لكم كده. ها موافقين على شروطنا ولا لا؟ اتفضل قول شروطك يا عادل بيه. حضرتك بالنسبه بقى للاعلان انا هزود الاجر عن المره اللي فاتت وهناخد 5000 جنيه في الاعلان. ليه؟ انا حمدي مع ياسمين عبد العزيز. يا استاذ النجمه نجلاء تتميز بصفات عديده، منها خفه ورشاقه ياسمين عبد العزيز، ومنها كمان رومانسيه منى زكي وحكمه امينه رزق. موافق بس السيد. ايوه كده. اتفضل امضي. قبل ما امضي الاعلان ده عن ايه بالظبط؟ عن زيت شعر ساعات ساعات. ده اللي بتستعمله الشحروره ولا ايه؟ لا ده اللي كانت بتحط منه فيروز. فيروز؟ طب ما يبقى ساعات ساعات. مدام فيروز اقول لك سميه ايه؟ حبيتك في الزيت ونضرتك بالمشط.